نبتدي الكلام على موضوع الماجنتيك ريزونانس ايمجينج او التصوير بالرنين المغناطيسي، بان احنا نعرف شكل الجهاز عامل ازاي. الاجهزه الحديثه اللي موجوده دلوقتي موجوده لها شكلين. الشكل الاولاني هو اللي بالشكل ده كده، بيبقى فيه حاجه زي قناه كده او حاجه زي نفق كده، الدكتور المريض بيخش جواه ويتم التصوير. وفي شكل تاني بقى اللي هو بنسميه الاوبن ام ار اي، اللي هو المريض بيبقى قدامنا كده وحواليه الجهاز عامل حاجه زي شكل كده، يعني حدوة حصان كده، وهو بيتصور وهو موجود في المكان ده هنا كده. الحقيقه رغم ان شكل طبعا الجهاز اللي بالشكل ده شكله طبعا احسن من الجهاز اللي بالشكل ده، او بالنسبه للمريض على الاقل ما بيبقاش مخيف ان هو يخش في نفق زي كده، الا ان احنا زي ما هنشوف هنلاقي ان الجهاز ده بيبقى ليه مجموعه عيوب كده، او الجهاز التاني مع صح ليه مجموعه مزايا بتخلينا ان احنا نحاول نروح له. ده الشكل المعتاد بتاع الام ار اي، المريض بيبقى موجود فيه، المفروض ان الحاجه الكبيره قوي دي هدفها انها تعمل ماجنتيك فيلد يبقى قيمته عاليه، ويبقى بعد كده المريض يبقى موجود فيه، وبعد كده نحاول احنا بشكل من الاشكال ناكواير من خلاله سيجنال من المريض. المريض بيبقى طبعا حواليه حاجه اللي شايفينها قدامنا دي كده بنسميها الكويل او الام ار كويل، دي بيبقى لها اشكال مختلفه، وكل شكل الحقيقه بيبقى هدفه ان هو ياخد السيجنال من المريض باعلى سيجنال نويز ريشيو ممكنه.